لتدمير تحالف دعم الشرعية في اليمن ألغاما بحرية زرعتها ميليشيات الحوثي بشكل عشوائي. التحالف أعلن عن تدمير 231 لغما بحريا هددت سفن تجارية وناقلات النفط العملاقة. وقال التحالف إن التصعيد والسلوك العدائي للميليشيا الحوثية بنشر 11 لغما بحريا بشكل عشوائي يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. نشاهد في هذا الفيديو أحد العسكريين من القوات البحرية السعودية أثناء قيامه بعمله لإبطال تأثير لغم بحري. إذن أحد رجال القوات البحرية السعودية أثناء قيامه بإبطال تأثير لغم بحري، وهو طبعا يعني ضمن سلسلة من الجهود التي يقوم بها تحالف دعم الشرعية باليمن على هذا الجانب من الحرب، إضافة إلى الجو والبر هناك البحر أيضا والألغام البحرية التي تزرعها ميليشيات الحوثي في تلك المنطقة، طبعا تتسبب بالكثير من الخسائر إن كان البشرية أو غير ذلك. وتقوم قوات التحالف عادة بمحاولة إبطالها وبإبطالها فعلا في كثير من الأحيان، وهذه الصور واضحة بهذا الشأن. إذن قوات البحرية السعودية تفجر ألغاما بحرية تزرعها ميليشيات الحوثي في المياه البحرية. دمرنا 231 لغما بحريا يقول التحالف في جهوده التي أسهمت في حرية الملاحة والتجارة العالمية.